منطقي ان بريطانيا بريطانيا تحتل والسنغال. الصداره طبعا، يمكن عندهم كمان لعيبه مميزين في المنتخب البريطاني من المنتخب الاول زي رايان جيجز طبعا النجم المخضرم 39 سنه. وعلى فكره برضو من ضمن الارقام او الاحصائيات في البطوله ان رايان جيجز سجل هدف في الاولمبياد، هو حطم رقم قياسي كان باسم حسين حجازي المصري سنه 1924. حسين حجازي كان اكبر لاعب سنا يسجل هدف في تاريخ الاولمبياد، كان سجله سنه 24، كان عنده وقتها 38 سنه. الرقم القياسي ده حافظ عليه 88 سنه لغايه ما جه رايان جيجز 39 سنه في البطوله دي يسجل هدف، بقى اكبر لاعب في التاريخ يسجل هدف طبعا، وحطم رقم القياسي باسم حسين حجازي. فواضح طبعا منتخب بريطانيا بقول لك متفوق.